أدعونا الأفاضل أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام، محبي رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الخليجي الكبير، في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. بسم الله وعلى بركة الله أيها الأخوة الأفاضل أينما كنتم، على بركة الله وتوفيقه جاء الإذن مشاهدين الكرام لانطلاقة هذا الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الذهبية في تحدي الجذاع البكار المفتوح. هنا ميدان الشحانية حيث الرمزية التاريخية للاسم والمسمى من كل فج خليجي عميق شرفتنا هذه القوى العظمى للمشاركة والمنافسة بمهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. شعارات قوية وأسماء رنانة ومضمرين دها تواعدوا وتوافدوا إلى ميدان التحدي، إلى ميدان الشحانية، مهرة لهجن الشحانية. هنا تشارك في هذا الشوط تقترب من الصدارة التي تنخطف منها لمصلحة شواهين التي بدأت الآن في إزاحة مهرة عن الصدارة، وانطلقت شواهين في المركز الأول في مركز النفوذ لتكون ورقة ضغط على هذه المرشحة القوية مهرة التي تحتل مركز الوصافة. إذن شواهين بالشعار الأحمر، الشعار الكبير، شعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تستولي على الصدارة، بينما مهرة الاسم الكبير، الاسم الذي فاز بالشلفة الذهبية في نفس المهرجان العام الماضي مع سن اللقاية تحتل مركز الوصافة، ولكن هنا دخول وتسلل من الرئاسة وهجنها. ريماس الآن تتسلل في هذا الشوط الحساس، الشوط الأول يا عرب غير حساس، يا أهل الهجن حساس. وها هي ريماس تتقدم مشاهدين الكرام لتفرض سيطرتها لتتحكم بمسار هذا الشوط، صدارة الرئاسية وضغط على مهرة. إذن شواهين في مركز الوصافة بعد ريماس، مهرة في المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع تتقدم عهود لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضمر عهود ويعتني بها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أما المركز الخامس فتحضر فيه أبعاد لتنطلق مشاهدينا بالشعار لدعم أبعاد لهجن الشحانية، يعتني بها جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، والعودة مباشرة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى هذا الموقع الذي يمثل مرجعية للجميع ولا يأخذ مرجعيته من أحد. موقع تستهدفه الرئاسة، تستهدفه هجن الشحانية، تستهدفه كل مؤسسة عملاقة، ولكن الرئاسة يمثل تكتيكها في هذا الشوط الضغط على هذه الأسطورة، الضغط على مهرة. مهرة هلان يستخدمها الشبل كورقة ضغط. تغير التكتيك، تغير مشاهدين الكرام المشهد التنافسي. مهرة هلان تضغط على ريماس، صدارة هنا، شحانية هلان وضغط رئاسي، الضغط مستمر من البداية. كيف يضحي الشبل بمهرة؟ نعم يضحي بها في سبيل أن يكون هذا الشعار منتزعا للشلفة الذهبية، سيقدم كل أوراقه الرابحة في هذا التحدي. ريماس إذن تنطلق في المركز الأول لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. عملية التضمير لدى العملاق الكبير سلطان بن محمد.
محمد بن سالم الوهيبي مهرة في المركز الثاني لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران في المتابعة عالية تصل عالية المقام عالية المستوى تتقدم عالية الشحانية بتعليمات وتوجيهات الذهبي سالم بن فاران أما المركز الثالث فتصل إليه غلا في هذا الشوط التاريخي في هذا الشوط الصعب الشوط الأول المفتوح شوط الجذاع البكار الشلفة الذهبية يتقدم إليها الذهبي باسمين كبيرين بعالية وغلا التي الآن تشكل ضغطا على ريماس بعد ضغط مهرة تأتي غلا لتشكل ضغطا ثانويا على المقدمة وعلى الصدارة التي تحتفظ بها ريماس. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام غلا الان غلا 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 تمر مشاهدينا الكرام وتمتطي العزمة انطلاقا وتوجها نحو الصدارة ونحو المركز الاول. غلا اذا في الصدارة الان المركز الثاني ريماس لهجن الرئاسة بقيادة العملاق المركز الثالث هذه الخطيرة هذه عالية التي تحتل المركز الثالث وتنطلق بكل ما أوتيت من قوة مقدامة كإقدام شعارها تحتل المركز الثالث. انتبهوا لهذه الانطلاقة وراقبوا هذه الأصيلة التي تحتل المركز الثالث في شوط ضم 15 بكرة نجيبة منتقاة أصيلة تتنافس على الشلفة الذهبية. المركز الرابع تصل ترف ويصل اسما مرشحا آخر يصل اسما قويا اسما عليه الترشيحات الكثيرة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران يتابع ترف المتحد الآن تتحد مع قواها تتحد الآن مع المركز الرابع بالشعار الأحمر الكبير شعار الرئاسة ينطلق في المركز الرابع مقدما لنا المتحدة بقيادة سعيد بن مظفر العامري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام والعودة إلى الصدارة العودة إلى غلا التي تفضل الخروج من زحمة المطايا ومن زحمة التحليل والترشيحات ولكنهم قادمون قادمون يا غلا. ريماس في المركز الثاني تنطلق بكل ما أوتيت من قوة من قوة تستند عليها قوة الأصلي وقوة تضمير العملاق وقوة وهيبة شعارها الأحمر. المركز الثالث أيضا يتقدم هنا بمظفر مع المتحدة لهجن الرئاسة ترف في المركز الرابع لهجن الشحانية. إذن سالم بن فاران يدفع بترف في المركز الرابع المركز الخامس تصل هنا مشاهدين الكرام نشبة في المركز الخامس لهجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. هذه هي نتيجتنا مشاهدين الكرام ونحن نفتتح بوابة الكيل الأخير ضغط الرئاسي هجوم الرئاسي غلا في الصدارة غلا على المقدمة ولكن المتحدة تتحد الآن مع الصدارة تتحد مع المقدمة ترف في المركز الثاني. هنا مشاهدين ومتابعين الكرام المتحدة وترف ترف والمتحدة المجازف كذلك يجازف بالمركز الثالث وينطلق مع سمحة. الله الله المتحدة الرئاسة في المركز الأول المركز الثاني ترف ترف لهجن الشحانية بقيادة الشبل الذهبي. يا سلام يا سلام هنا الشلفة الشلفة الذهبية الشلفة الذهبية ما بين ترف ما بين المتحدة ترف المتحدة ترف المتحدة المتحدة وترف الشلفة الذهبية رئاسية أم شحانية شحانية أم رئاسية ترف 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 المتحدة المتحدة ولكن ترف ترف إلى ترف الناموس ترف إلى ترف الانتصار ترف إلى ترف الذهب. الله الله شحاني الرمز الشلفة الذهبية شحانية هنا مع ترف سلام يا الذهبي سلام. المركز الثاني المتحدة لهجن الرئاسة المركز الثالث جاءت في سمحة لهجن الرئاسة المركز الرابع كان من نصيب ريماس أيضا لهجن الرئاسة المركز الخامس جاءت في الحذرة لهجن العاصفة. مشاهدين الكرام شوط عاصفي رئاسي شحاني شوط حضرت فيه الإثارة إلا أن تصميم ترف
كانت مشاهدين الكرام في الموعد وكانت مع الحدث. نعم إن للناموس شرف وإن للشلفة ترف. مشاهدين الكرام هكذا أيها الحفل الكريم أيها المتابعون الأعزاء حضرت الإثارة وتواجدت في أسمى صورها بين هجن الشحانية وبين هجن الرئاسة وبين هجن العاصفة، إلا أن هجن الشحانية استطاعت أن تمضي على هذا الشوط وإن تمهر بإمضائها على هذا التحدي الذي شاهدنا فيه صورة فنية مميزة، حيث ضحت هجن الشحانية بورقة أصيلة تمتلكها ألا وهي مهرة صاحبة الإنجاز في العام الماضي. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الشلفة الذهبية. نعم إن للناموس شرف وإن للشلفة ترف. هذه ترف التي استطاعت مشاهدينا الكرام أن تبقي الشلفة الذهبية هنا في ميدان التحدي. تهانينا لجماهير الشعار الأدعم. التوقيت 8:58 و76 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني جاءت فيه المتحدة وتوقيتها 8:59 13 جزء من الثانية. تهانينا للرئاسة وهجنها وإلى المضمر الممتاز سعيد بن مظفر العامري. المركز الثالث جاءت فيه سمحة وتوقيتها 9:44 من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مشاهدينا الكرام